السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. القضاء يبحث إلزام أصحاب المولدات الأهلية بالسعر الخاص بتجهيز المواطنين بالكهرباء. بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان مع رئيس مجلس محافظة بغداد الإجراءات الكفيلة بالتزام أصحاب المولدات الأهلية بالسعر الخاص بتجهيز المواطنين بالكهرباء، وذكر بيان للمجلس أن السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى استقبل رئيس مجلس محافظة بغداد عمار القيسي الوفد المرافق له وبحث معهم الإجراءات القضائية المتعلقة بمنع التجاوز على المال العام والمحافظة حافظ على الهوية التاريخية للعاصمة بغداد، وأضاف أن اللقاء بحث الإجراءات الكفيلة بالتزام أصحاب المولدات الأهلية بالسعر الخاص بتجهيز المواطنين بالكهرباء والمحدد من الجهات المختصة.